بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وقعت الهيئة العامة للرياضة مذكرتي تفاهم مع مستشفى البحرين التخصصي ومستشفى رويال البحرين. نعم، جاء ذلك لدى استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سعادة الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، ووقع من جانب الهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر، ومن جانب مستشفى رويال البحرين الدكتور أحمد الراشد المدير التنفيذي الإقليمي للعمليات، فيما وقع من جانب مستشفى البحرين التخصصي الدكتور قاسم عرداتي العضو المنتدب والمدير الطبي. تتضمن مذكرة تفاهم تقديم سلسلة من الخدمات العلاجية والفحوصات لمنتسبي الهيئة الرياضية في المملكة. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد على أهمية مذكرتي التفاهم مع كل من مستشفى رويال البحرين ومستشفى البحرين التخصصي الرامية لتوفير أفضل الخدمات الصحية لمنتسبي الحركة الرياضية. أشار سموه إلى أن تلك المذكرة هي انعكاس للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للرياضة ومختلف القطاعات ذات العلاقة بالرياضة وفي مقدمتها القطاع الصحي، وتحديدا المستشفيات الخاصة التي تعمل جنبا إلى جنب مع المستشفيات الحكومية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مؤكدا على أهمية تلك المذكرة في تعزيز التعاون بما يخدم شريحة كبيرة من الرياضيين في المملكة. أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالجهود التي تبذلها المستشفيات الحكومية في تطبيق مشروع العيادة الرياضية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المتبادل بما يخدم القطاع الرياضي ويوفر أفضل الرعاية الصحية لهم.